محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي والحائز مع الأهلي على دوري أبطال إفريقيا عام 2013. كابتن يوسف مساء الفل عليك وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الفل عليك يا محمد يا جميل، ومساء الفل على كل متابعينك ومشاهدينك ومشاهدين قناة الأهلي، وكل سنة وانت طيب يا حبيبي، وبشكرك جدا جدا على معايدتك الجميلة. أولا أنت وحشني جدا ووحش كل جمهور النادي الأهلي بشكل كبير. النهارده عيد ميلادك، بنقول لك هابي بيرثداي تو يو، وكل سنة وانت طيب وموفق دايما. والكابتن يوسف يا جماعة من المدربين التاريخيين في النادي الأهلي اللي حائز على دوري أبطال إفريقيا في موسم كان استثنائي بدون مباريات دوري، فكانت من أصعب البطولات اللي شفناها في دوري أبطال إفريقيا يا كابتن يوسف. حبيبي ربنا يخليك، أنا يعني كل ده في ده جمهور الأهلي، وأنت عارف إن رقم واحد في الفوز بالبطولات، وإن الأهلي دايما يتبوأ المراكز البطولة والمراكز الأولى هو طبعا جمهوره. أكيد. فدي حاجة يعني أقل حاجة أو أقل ما يقدمه النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي وكل من بينتمي النادي الأهلي، أقل حاجة يقدمها للجمهور. فأنا طبعا بتشرف، وزي ما أنت قلت إن أنا كنت جزء من وقت من الأوقات، إن أنا يعني جزء من تاريخ النادي الأهلي وجزء من منظومة الكورة في النادي الأهلي، فده شرف ليا وشرف لأي مدرب أو أي مسؤول بينتمي للنادي الأهلي يعني. أكيد. طيب كابتن يوسف، أستغل وجودك معايا وأسألك على رأيك في أداء الأهلي في الدوري والنتائج الكبيرة اللي بيحققها، سواء على المصري على الإسماعيلي، الاستقرار اللي موجود حاليا كحالة فنية في الفريق خلال الفترة الأخيرة مع مارسيل كولر، شايفها إزاي؟ أنا شايف طبعا إن هي مؤشر إيجابي جدا. خلي بالك الأهلي لما داخل البطولة ما كانش لعب ماتشات كتيرة، يعني بدأ يا دوبك لعب مباراة السوبر، وكلنا اتكلمنا على إن تاني مباراة بعد السوبر على طول كانت مباراة المصري، وكان مهم جدا بعد خسارة في السوبر الأفريقي إن أنت تعود تاني وترجع الثقه للعيبه وترجع الثقه حتى للجمهور، ودي قدر الاهلي يعملها على طول في مباراه المصري. انا شايف الاهلي داخل الموسم بمعدلات معقوله جدا، قياسا بان الفريق لما بيخش في بدايه الموسم ما بيبقاش واصل للفورمه بتاعته اللي احنا بنبقى معتادينها او اللي احنا بنبقى متوقعينها يعني، لكن الاهلي بدا بشكل كويس جدا، قدر ياخد 6 نقاط من ماتشين، عنده مباراه مؤجله مع سيراميكا، لكن في نفس الوقت مع الماتشات هتبص تلاقي الفورمه احسن كمان والاداء اسرع كمان. امبارح كان مع الاسماعيلي مباراه ولا اروع، اداء سريع، التشكيل اللي بدا بيه طبعا كولر كان تشكيل انا شايفه ان هو الاجهز يعني اللي على اتم استعداد في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت كمان التغييرات بصراحه عملت فرق كبير جدا مع اداء الاهلي، وقدر ان هو يحافظ على الريتم السريع يعني. فدي من مكاسب مباراه امبارح، بالاضافه طبعا انه دفع بعنصر جديد من الولاد الصغيرين ناشئين زعلوك، فطبعا برضه دي من احد المكاسب ان بيديله ثقه وبيديله بيحاول يضخ دم جديد. فطبعا المباراه امبارح انا شايف قدام برضه منافس الاسماعيلي اسم كبير، وفي اي وقت وفي اي زمن هو برضه منافس قوي وليه اسم قوي، ودايما ماتشاته مع الاهلي بتبقى ماتشات قويه. طيب بخبرات الكابتن يوسف، يعني اكيد بعد خساره السوبر امام اتحاد العاصمه جمهور الاهلي كان عنده تخوف من الموسم الحالي، لكن على طول الفريق يعني ابتدى يستعيد توازنه، كسب ماتشين في دوري ابطال افريقيا، كسب ماتشين في الدوري العام بنتائج كبيره. السوبر اعتقد كان حاله استثنائيه نتيجه بدايه الموسم يا كابتن يوسف، مش هناخده كمقياس على شكل الاهلي ممكن السنه دي يبقى ازاي؟ انا شايف ان السوبر ليج هي مباراه ليها ظروفها، وانا يمكن كنت مع اسلام في البيت الكبير في القناه قبل المباراه بيومين، وكنا اتكلمنا فيه ان لازم الجهاز الفني ياخد باله جدا من عبد الحق بن شيخه، لانه من المدربين اللي الشكل التكتيكي بتاعهم بيبقى الفرق اللي بيمسكها بتبقى ليها شكل تكتيكي معين، بيلعب قافل قوي، وكان هو عمل انجاز قبل كده مع نهضه بركان وقدر ان هو ياخد السوبر وكررها تاني مع اتحاد العاصمه. فاللي انا عايز اقوله ان هي مباراه يعني كان ليها ظروفها، وبعد كده يعني لو اتكررت هذه المباراه تاني او الاهلي مثلا قابل اتحاد العاصمه في دوري المجموعات هيبقى الوضع مختلف تماما والنتائج مختلفه. هي مباراه وخلصت، والاهلي بيعرف يقلب الصفحه لمحمد يعني. أكيد. يعني عارف الاهلي برضو، انا هقول لك الكلام ده مش عشان الاهلي خسر، احنا لو كان كسب برضو كان هيقلب الصفحه على طول
وكان يبدا يفكر في بطوله ثانيه اسمها بطوله الدوري العام وبتبدا بمباراه المصري. فالاهلي عنده القدره ودي من زمان جدا ان بيقدر يقلب الصفحه سواء هي سلبيه او ايجابيه، ودي ميزه من المميزات. ما بيعيش البطوله او ما بيعيش الهزيمه بشكل كبير، يعني بيقدر يقلب على طول. ودي الفرق الكبيره، بتلعب كل 3 4 ايام مباراه، وبالتالي بيقدر ان هو يركز على طول في اللي قدامه يعني. اكيد اكيد. طيب، قرعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا مع شباب بلوزداد، يانج افريكانز ومدياما بطل غانا. تعليقك يا كابتن يوسف على القرعه، هل شايفها قرعه صعبه، قرعه متوسطه نسبيا، وشايف المجموعات كمان اجمالا؟ يعني شايف البطوله السنه دي ازاي في ظل ان كل الفرق من اول التصنيف الاول للتصنيف الرابع فازت قبل كده بدوري ابطال افريقيا وبتوصل للادوار النهائيه؟ يعني الاهلي بطل، ودايما البطل يعني عايز اقول لك طبعا بيخوض المشوار كله، لكن عينه على الكاس، عينه على البطوله، فاهم قصدي؟ بالتالي انا مع احترامي طبعا للفرق اللي انت قلتها، لكن الاهلي دوري المجموعات عاده ما بيبقاش يعني في بطولات كتيره جدا ما كانش قوي قوي في دوري المجموعات، لكن بيبقى بيكمل وبيوصل السيمي فاينل وبياخد البطوله وبيوصل فاينل وبياخد البطوله. مع احترامي طبعا للفرق، لا الاهلي يقدر يعني يتصدر المجموعه بشغل ومجهود وبتركيز، لان احترام كامل لكل الفرق ايا كانت، يانج افريكانز، مدياما، يعني لكن فرق مقارنه بالاهلي وبشعبيته وباسمه وبعدد بطولاته ده فارق كبير جدا. لكن الاهلي بيلعب على اللقب، بيلعب على اللقب، واحنا دايما كنا نتكلم مع اللعيبه ودايما نقول لهم ان احنا ما بنعدش احنا كم مره وصلنا نهائي ولا كم مره وصلنا سيمي فاينل، احنا بنعد كم مره انت خدت البطوله، فاهم قصدي؟ صح. فدي مهمه جدا جدا، ودي اكيد طبعا اللعيبه عارفينها وعاشوها، والجيل الحالي قدر يكسب وفايز بثلاث بطولات في اخر 5 نهائيات، فدي حاجه طبعا كويسه جدا. فنتمنى ان شاء الله ان الاهلي يعني يحافظ على البطوله ويحافظ على كاس افريقيا ان شاء الله للعام اللي جاي ان شاء الله باذن الله. مش هطول عليك، واخر سؤال، كمدير فني كبير ليه خبرات كبيره في القاره الافريقيه وشفت كتير في الملاعب الافريقيه، الاجنده الدوليه هتخلص يوم 17، ماتش سيمبا في تنزانيا يوم 20، المدير الفني ممكن يتعامل ازاي في وقت قصير زي ده واللعيب عنده رجعه من كل مكان، اللي جاي من الامارات، اللي جاي من اليابان، اللي جاي من البرتغال، اللي جاي من كوت ديفوار، الامور دي بتبقى صعبه يا كابتن يوسف في التحضير لمباراه افريقيا، خاصه لما كمان رايح تواجه سيمبا في بطوله جديده وماتش افتتاح في السوبر ليج؟ اولا رقم واحد ان لابد يكون نظام الطيران اسرع مما تتصور، بمعنى ان لابد ان يكون في اتفاق او ترتيب الشركه الراعيه اكيد، او ما اعرفش يعني ايه السبيل، لكن لازم اللعيبه دي تطلع يوم 17 من معسكر دبي بعد انتهاء المباراه، المباراه وديه، وممكن يتم التنسيق مع المنتخب، ومش عايزين نخش في الدايلما بتاعت لا والمنتخب يا جماعه الاهلي، سواء انت بتحافظ، انت المفروض كمنتخب تحافظ على اللعيبه بتاعت الانديه، لان هي دي لعيبتك في النهايه، هم بيلعبوا ما هيجوا لك، فاهم قصدي ازاي؟ صح. فاللي انا وجهه نظري انا بلعب مباراه وديه، طبعا عايز اكسب، كارو فيتوريا عايز يكسب وعايز يفوز بالمباراه، لكن ما فيش مانع ان ممكن العناصر ما بيستخدمش العناصر كلها، فممكن يبقى في مثلا جزء ياخد 60 دقيقه، ممكن جزء ياخد 45 دقيقه، وممكن الناس تلعب بالمباراه كامله، لكن ايا كان لازم طبعا صعبه، وكولر اكيد هيشتغل على ايجاد بدائل وايجاد حلول في حاله طبعا وجود اي ازمات او وجود اي اصابات او كده، لان انت بتتكلم في 17 بالليل لما بتتكلم 18 19 ويلعب 20، ودي محتاجه استشفاء وريكفري سريع جدا، ومحتاجه طيران سريع جدا من ابو ظبي او لتنزانيا باسرع وقت. لكن اللاعب انا بقول انه يقدر يلعب، يقدر يلعب، لانه دلوقتي اللعيبه ما شاء الله الريكفري دلوقتي تقدم جدا، وهم بيهتموا جدا بالحاجات اللي هي المكملات الغذائيه وادوات الاستشفاء كلها اتقدمت بشكل كويس. يعني كابتن يوسف انا فاكر في 2013 كان حضرتك والكابتن احمد ايوب والكابتن محمد ابو العيله بدون اي ادوات عملت استشفاء للعيبه عشان ماتش القطن الكاميروني اتعاد تاني يوم في جروه،
برافو عليك، انت ما شاء الله ذاكرتك جميله. طبعا لا الرحلات دي ما تتنسيش يا كابتن لعبنا يوسف. لعبنا 73 دقيقه، وبعدين فوجئنا بالحكم لغى المباراه عشان المطر وقال تيجوا بكره نلعب، تعالوا بكره. طبعا مع ضعف الامكانيات في الفندق في جروه في الكاميرون، فطبعا ما كانش فيه ميه، مش ثلج بس، فما فيش ميه على رايك، لكن قدرنا نعمل يعني زي جلسات استشفاء بالثلج للعيبه، وفي نفس الوقت كمان عملت لهم انا وحده ستريتش واطالات وموبيليتي وحاجات كلها متعلقه بالاستشفاء. اكيد. يوم المباراه الصبح الساعه 10 طبعا ابو العيله ما شاء الله عليه في الحاجات دي كان مميز جدا، عملناها في الفندق وقدرنا نروح وتوفيق ربنا، انا بقول توفيق ربنا وعزيمه اللعيبه، وكان تحضيرهم النفسي الحمد لله خد مننا مجهود، وده كان اهم حاجه. انا كنت بشتغل على التحضير النفسي، مهم جدا ان انت بتجدد لهم الدوافع وحاطط لهم هدف قصادهم ان يسعدوا جمهور النادي الاهلي، وان جمهور الاهلي في الوقت ده لما محتاج يفرح. فكل اللعيبه اتغلبت على التعب واتغلبت على الارهاق والاجهاد وقدروا يلعبوا تاني تأديه تاني. اكيد كابتن يوسف نورتني وشرفتني، كل سنه وحضرتك طيب، ومبسوط جدا بمداخلتك معانا، ودايما نشوفك على خير دايما باذن الله. مداخله كانت مهمه جدا مع الكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي عن تاريخ كبير جدا في الفترات السابقه، وكانت فرصه ناخد رايه في احداث مهمه جدا خلال الفتره الحاليه، سواء قرعه افريقيا، الدوري العام، تفاصيل مهمه جدا نتكلم فيها الكابتن محمد يوسف. عندي تفاصيل اكتر وعندي اخبار وانفرادات مهمه، ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نواصل.